انا نجي لتونس نرتاح، 20 سنه وانا نجي غير الناب، احنا صحبه تاع اخوه في لافاك نقرو وهو يقرا معايا ونقعدوا بعد قعدنا في جروب هكا قاعدين برا من ثمي كنا ولا صحيح كنت ما نحملوش والله كما نقول لك ما نحملوش خلاص جينا البارح ها وروحوا اليوم احنا كل ويكاند هكا نجو مش ديما مي ديما نجو تجي ما انت تعدي نهارين ثلاثه ودرا نروح ها وفي الصيف ندير الفاكونسي على هنا نهبط النابل نهبط الحمامة ياسمين علاش اخترت تونس كوجهه سياحيه؟ انا نجي لتونس نرتاح والله كيما نحكي شنو احساسي يجيك وقت اللي تجي لتونس؟ والله نجي نرتاح انا ثم في زير نخدم واحد وكلش كي نجي لتونس لهنا نرتاح نرتاح في راسي نرتاح في كل احكي لي على مغامراتك في تونس والله مغامراتي درتها بارتو انا تونس ابداها من نابل حمامات حمامات ياسمين اهبطي الحلقه الواد سيدي بوسعيد قرطاج مرسى قمر درتها كامل شنو احسن بلاصه انا نقول لك اول ما جيت لتونس هبط الحلقه الواد ثمكينه ومن بعد رحت النابل قولي حكيت 20 سنه وانا نجي غير النابل نجي النابل نرتاح نروحوا جروب احنا تسمى جروب مع بعضنا لي فامي ونروحوا نعقبوا فاكونسي يعني باش نسالك سؤال تو ها تفضل موضوع اها هل تعرضت قبل خلينا نقولوا للخيانه او للغدره؟ والله الحمد لله عندي المراه تاعي متزوج؟ لا مازال مش متزوج خاطب برك خاطب قداش عمرك؟ انا عمري 26 سنه 26 ما شاء الله هاي العمر كله ايه؟ يعيش جامي تعرضت للخيانة من قبل أصحابك من قبل أصحابي أنا ما عنديش أول حاجة أصحابي عندي واحد فل هو كي خوي فاهم ولا لا الآخرين جروب كيما نقولوا إحنا دي زامي أنا نخدم نوض الصباح نخدم نروح في الليل عندي جروب نريح معاه بركة ما عندناش هذيك الأمور تاع الخيانة أنا قاعدين في الصفا والنية فاهمة كيما كي عندي كي عنده هو كي عند هذاك نورمال خلاص كيفاش تختار أصحابك اليوم؟ والله انا اصحابي شوف لازم يكون انسان كيما نقولوا احنا عاقل نس ملاح متربي ما عنديش ما نحبش هذيك الخلطه تاع جماعه فهمتيني نحبوا كيما نقولوا احنا بناء على شنو هما الصفات اللي تلوجهم في صاحبك تختار صاحبك يكون في حل راجل فهم تلقاه في المواقف تلقاه في كلش خاطي هذيك الامور تاع الفزاد وخاطي فهم زي ما امور هذيك كامل خاطيه هذوما انا نقعد معاهم نرتاح مي هذوكم اللي تبعوا الحوايج هذيك ما نريحش معاه فهمتك ها. صاحبك هذا اللي جنبك هذا صاحبي هذا قرينا مع بعضنا كيفاش عرفت عليه هذا كيف تعرفت عليه كان يقرا معايا كنت ما نحملوش والله كما نقول لك ما نحملوش خلاص مي بعد قاعدين في جروب قاعد معايا من ثم ولينا اصحاب وكل ما نروح لتونس علاش كنت ما تحملوش ها كل ما تروح تونس لازمك تروح معاه لا كنت شتي هو كيما تعرفيش يبان لك انسان كيما نقولوا احنا مارق مش زيك ها كيما نقولوا احنا انسان ما تش يقول عليك اه شو مانيش نطيح فيه نحكي لك شفتي كيما تعرفيش يبان لك زيك مي كي تعرف فيه انسان متربي ناس ملاح عاقل كونفيونس ما عندناش هذيك الاشكال الاخرى كيفاش هكا تقربتوا لبعضكم في لافاك نقرو وهو يقرا معايا ونقعدوا بعد قعدنا في جروب هكا قاعدين برا من ثمي كنا ولا صحيح من ثمي كنا اصحاب يا ورك ماشيين تسمى تخرجنا العام اللي فات درك كيما يقولوا احنا قرينا مع بعضنا خمس سنين كملنا مع بعضنا ومشيت صاحبك شغل مش شغل تحبس في الافاق ما عندناش هذيك صحبه تاع مصلحه فهمتني زي ما احنا صحبه تاع اخوه احنا مع بعضنا اصحاب تاع اخوه خلاص ما عندناش هذيك الامور كامل هيك فهمتني ما عندناش هذوك الامور اي وتتدخلوا في قرارات بعضكم تنصحوا بعضكم بيسير بيسير احكي لي على موقف هكا مره نصحت فيه صاحبك موقف نصحت فيه صاحبي يعني كل دقيقه ننصح فيه كيف يعني نجبد لك الحكايات ما تفضلش نقعدوا الغدوه قال لي احكي لي على حكايه ولا اثنين سمعتي واش قال لي فوت الكيستيون هذا قال لي بو العمايه الملاي هو غار فيه لا لا احنا لا خلاها ربي شوفي احنا كما قال هذيك الصغار وحرين احنا نخدم ارواحنا نجو نحوسوا نفرهدوا ونروحوا يعيشك
مرحبا بكم في تونس. اها يعطيكم الصحه. اها فما اضافه تحبوا تقولوها؟ كاينه اضافه نديروا ديديكاس للمراه تاعي، نقول لها ربي نقول لها ربي يخليك ليا وشافي. تدي لها غنيه؟ لا لا ما نغنيش انا. اسمعي شوفي مليح، وعندي ديديكاس شفيق الفارماسي تاع رباحي ومعاه سفيان ومعاه عبد الناس الجي 16 من عند ربي عزاز احنا نقولوا له من 16 وطفيل كي خويا ما جاش معايا هذا كي خويا صح اسمه باتشي نعيط له البوفري دوك يسمع يفهمها فهمت لي ولا لا؟ وعايشكم معنا احمد وما جاش خليناه صاحبنا ما جاش مرحبا بكم يعطيك ربي يحفظك.